عن فن يمتاز بالموسيقى الشعبية. الجملة اللي قالها عبد الفتاح الشريف دي بتعتبر من أصعب الجمل، يعني لازم يكون عازف إيقاع فرس، يعني أستاذ في الإيقاع، لازم يكون لازم يكون دفار فرس، لازم يكون عازف ربابة فرست زي محمود وزي خليفة وزي فاوي، لازم يكون عازف الأرغول فرست. هنتكلم عن الحج أو فن الحداء يا حج عبد الستار. نعم. فن الحداء ده تناوله الفيلسوف الشعبي وقال عنه كل حاجة عملها الفيلسوف الشعبي عمل لها غناء حداء. نعم. الكلام اللي سمعناه من عبد الفتاح الشريف ده حج الحجاج وهم رايحين، كان زمان قافل الحجاجة القادمة من شمال افريقيا وهتعدي على جنة وتطلع تمسك طريق القصير اللي هو كان زمان اسمه طريق الحجاز. نعم. تمام. فالست الشعبية بتاعتنا بتقول للناس اللي رايحين مع القافلة ده خدوني معاكم. نعم. ومش هكون عالة، انا هسوي غداكم يعني هطبخ لكم. يا سلام. وبتقول لهم ايه؟ خدوني قطيرة في القافلة. نعم. خدوني قطيرة. نعم. وحسوي الفطيرة يا رايحين نبينا عليه الصلاة والسلام. خدوني قطيرة. شوف الفلسفة الشعبية. نعم نعم. قال الجمال قال حداء. نعم. الحمار قال غناء. نعم. الراجل اللي بيندع بالشدوف ويطلع ويقول طول الليل قال حداء. قال حداء. نعم. الراجل اللي بيقول في عساقية قال حداء. نعم نعم. الراجل اللي بيحصد الزرع يا حج عبد الستار. نعم. قال حداء. نعم 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 نعم. أنا الحقيقة قبل ما نعرف الحداء، لما الحج عبد الفتاح قال أغنية الحج فكرني على، بقول يا نسمة طيب هلي يا ساحة النور باني. نعم نعم نعم. يا نسمة الطيب هلي يا ساحة النور باني، أنا سبت داري وهلي نورك يا طه سباني. الله عليك عليه السلام، بسم الله عليك. محمود قسم لي تقسيمه على نفس الجو بتاع الحجاج.